متابعين حلقتنا وبماي رايتس لليوم رح نحكي عن الزواج والطلاق في الإسلام مع المحامي عباس صفا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك طال عمرك. رح نبدأ بالعموميات بس هن أساسيات عن شروط الزواج في الإسلام. شو هي شروطه؟ أول شيء شكرا لك مشان استضفتني. اللي بدوله قبل ما أتحدث عن الشروط بدنا نحكي شو هو الزواج بالأساس. الزواج هو مشروع يقوم بين امرأة ورجل، كل واحد منهم بيختار الآخر حتى يعملوا مع بعضهم مشروع العمر ويأسسوا عائلة ويكملوا الحياة الزوجية مع بعضهم البعض، يترافقوا لمدى العمر. الزواج هو عقد، كونه عقد إذن هو في له شروط مثله مثل كل العقود، إنما الشروط تبعيته هي على الشكل التالي: القبول بين الطرفين، الرضا والقبول من الطرفين. في شرط الأهلية، لازم يكون كمان الشخص هو عنده أهلية حتى يكون يتزوج سواء كان الامرأة أو الرجل، وشرط البلوغ. بموضوع البلوغ في فكرتين بالنقاش الشرعي، في البلوغ بالسن وفي البلوغ الرجل عندما يبلغ يصبح قابل للزواج والامرأة عندما تبلغ تصبح قابلة للزواج. يعني كذا نقول أنه والله يكون عندها دورة شهرية وهو بالنسبة له نفس الشيء يعني. فهيدي الشروط المطلوبة بالنسبة لموضوع الزواج. طيب اليوم عمليا الأعمار، في أعمار محددة يعني عم نحكي عن بلوغ السن، يعني مين بيطبق اليوم بلوغ السن وشو هو السن؟ قلت من شوي أنا أنه موضوع البلوغ في آراء متباينة حوله، ولكن مبدأ الزواج بالسن الصغير ما عاد متداول نهائيا. هلأ لما يكون بنت صغيرة بدها تتزوج أو شاب صغير بده يتزوج، بالمحاكم الشرعية بتشددوا كتير بهالموضوع هذا وبيحاولوا قدر المستطاع أنه يمنع الحصول تبعه. الزواج هو يعني يحتاج إلى شخص مؤهل ليقوم بالحياة الزوجية. أنا لغيت قصة البلوغ الجسدي، عم بحكي عن بلوغ السن. شو السن؟ بلوغ السن هون بالشرع في عنا رأي بيقول أنه البلوغ هو 15 سنة، بالقانون البلوغ هو 18 سنة. عم نحكي للطرفين؟ عم نحكي عن كل الحالات. نحن في بلوغ بال15 بالشرع يعني للشاب والصبي. نعم، ولكن حتى بال15 وبال18 بالمحاكم الشرعية ما عم تسهل عملية الزواج بالسن هذا، عم تحاول تمنع حصول هذا النوع من الزواج. اليوم بنسمع يعني أنا صراحة مش سمعة يعني من اللي حولي، بس بنستعملوا عن فلانة مثلا عندها عقد زواجها انه كان حقها كذا، يعني عبارة مؤسفة يعني جايين تنوضحها. احنا هون عم نحكي عن المهر. نعم، هو هذا خطأ شائع بالوسط الشعبي، بقول والله فلانة تزوجت ودفعوا له حقها هالقد. هو بالحقيقة ما في شيء اسمه حق، هو اسمه مهر. المهر هو المقصود بعقد الزواج، ما في شيء بأي كلمة ولا بمحل وردت انه حق البنت هالقد مهرة. والمهر هو على جزئين، في الجزء اللي بيسموه مقدم الصداق اللي بيندفع وقت العقد، والدفع مش بالضرورة يكون دفع فلوس، ممكن يكون دفع أمر آخر، مفروشات منزل، ممكن يكون قطعة أرض، ممكن يكون أي أمر من الأمور بيتفقوا عليها. بيتفقوا عليها طبعا. والجزء الثاني من المهر هو مؤخر الصداق. مؤخر الصداق كمان في له وجهين. الوجه الأول هو المتعارف عليه بالمجتمع يعني بصورة شبه إجمالية اللي بيسموه المؤجل لأحد الأجلين، وكلمة أحد الأجلين هون تعني إما الموت وأما الطلاق. إنما الوجه الآخر اللي هو منه كثير متعارف عليه بالوسط الشعبي هو الجزء المؤجل غب الطلب. كلمة غب الطلب تعني أنه باستطاعة الزوجة أنه تطلب هالجزء هيدا ساعة تشاء. إذا ما في شيء اسمه حق، في شيء اسمه مهر. أكيد المؤخر له قواعد بالنسبة لقيمته يعني؟ لا أبداً أبداً. المؤخر ممكن يكون ليرة ذهب، ممكن يكون مليون دولار، وممكن يكون اللي بدك إياه. أحيان بتكون أبسط شيء ويسجل. طبعاً في عقد زواج بده يصير، مشان هو عقد الزواج هو عقد بده يتم حسب الأصول،
ولا يبتي بصورة نهائية بالمحاكم الشرعية. هو شرطه الإشهار مش هيك؟ هو فكرة الإشهار بحد ذاتها بتخلينا نروح لمحل موضوع الأعراس اللي بتصير. هقول شغلي أنا هلا، يمكن المجتمع اللبناني ما كتير بتترقى للذهن تبعه، ولكن هي أساسية. أصل الزواج، عقد الزواج هو الإشهار. لما ينعمل عرس كان هو الهدف من وراء الموضوع هذا، انه المجتمع اللي عايش فيها الشاب والصبي يعرفوا انه هالشاب والصبي حيصيروا زوجين لبعضهم البعض. هلا نحن بعدين تطورت الامور بالحياه تبعتنا وصارت الاعراس للبهوره والفخفخه ومش عارف ايش يعني، بس اصل الزواج اللي هو بيرافقه عمليه العرس هو الاشهار، تحقيق مبدا الاشهار. شروط وجود شاهدين. الشاهدين الشاهدين هن ضروري يكون موجودين بعقد الزواج. عقد الزواج لازم يكون موجودين في شهود على العقد. نعم. بالطبيعة رح ناخد فاصل قصير ونرجع. نعم. تابعين حلقتنا بماي رايت، وموضوعنا لليوم هو الزواج والطلاق في الإسلام. عم نحكي مع المحامي عباس صفا، برجع برحب فيك معنا. هل من حق الزوجة أنه تفرض شروط على زوجها عند عقد الزواج؟ وهل ممكن يكون أحد هالشروط عدم إقدامه على الزواج من امرأة أخرى ولا لا؟ باستطاعة الزوجة عند عقد الزواج أن تشترط ما تشاء على الرجل، باستثناء الأمور اللي تتعارض مع الشرع. يعني فيها تقول له مثلا أنه أنا بدي أقعد بالمحل الفلاني، في هو كمان يعني في عاملين نظام بالمحكمة الشرعية الجعفرية تحديدا، لما بدك تعمل عقد زواج في بروشير موضوع مجموعة أسئلة لتنظم العلاقة بين المرأة والرجل ما بعد الزواج. باستطاعة المرأة أن تفرض الشروط اللي بدها إياها، إنما يجب ألا تكون متعارضة مع القواعد الشرعية، ومنها مثلا عدم السماح بالزواج من امرأة ثانية، علما بأنه الزوجة الثانية لها شروط متعددة ممكن أنه نلاقي فرصة ونحكي عنها بأثناء الحكي مع بعضنا البعض. نعم. في حال رغب الزوج ب يعني تطليق الزوجة، بده يطلقها، بيقدر أنه يطلق، ولكن هي ما بتقدر تخلص من هالعلاقة إلا إذا هو رغب. لا، في فكرة سائدة بالمجتمع تبعنا كمان أنه الرجال في طلق بسهولة. الطلاق في الإسلام من هو المبدأ، ما بيجوز الطلاق بالإسلام أساسا. الاستثناء هو حالة الطلاق، الاستثناء. يعني ما باستطاعة الرجل والله هيك إجا عباله يقول له مرته بدي طلق بيطلقها، أبدا. هذا الكلام مش مزبوط. هذا اللي بيتعمق بدراسة القرآن الكريم وبيتعايش مع الخبراء في القضايا الشرعية بيعرف أنه الطلاق دونه صعوبات كتير. المبدأ استمرار الحياة الزوجية، إنما إذا حصل أمر ما جعل الحياة الزوجية تستحيل الاستمرار بين المرأة والرجل يمكن حصول الطلاق، الاستثناء. نعم. بس أما الزوجي، إذا قال الزوج أنت طالق، نعم، عند البعض ألا يسري هذا الموضوع؟ على أمر الواقع عند الطائفة الإسلامية السنية نعم يحصل هذا الموضوع، عند الطائفة الإسلامية الشيعية لا يحصل هذا الموضوع. مش أنه بيسموه هذا الطلاق الانفعال، إنما حسب رأيي الشخصي أنا واحترامي لكل الأشخاص المتخصصين في الشرع، الطلاق لا يحصل على الإطلاق إلا بصورة استثنائية. أكثر من هيك، الطلاق في الدين الإسلامي ورد تحت قاعدة إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. لما نعمل لك إنه هذا أسوأ شيء بالحلال اللي عامله أنا الطلاق، معناته إنه المبدأ ما في طلاق، الاستثناء هو حصول الطلاق. وباستطاعة المرأة أن تمارس هذا الاستثناء مثل ما باستطاعة الرجل أن يمارس هذا الاستثناء. وبعقد الزواج تحديدا باستطاعة المرأة أنه تطلب أنه تكون هي بتملك الحق أنه تطلق مثل ما الرجال له حق يطلق. عمليا تنفذ؟ تنفذ. شو بتقدم بدعوة؟ دعوة طلاق؟ لا، إذا لما هي أخذت، إذا عند الطائفة الإسلامية الشيعية بتأخذ وكالة بتطليق ذاتها، عند الطائفة الإسلامية السنية هل وكالة هي عند عقد الزواج؟ بعقد الزواج مندرجة ضمنه ولا تطلب؟
لا، هي اللي بتطلب. أوكي. بضمن الشروط اللي عم نحكي عنها بموجودة بعقد الزواج، باستطاعتها انه تقول انه انا حتى لي اتزوج اقبل الزواج بدي يورد نص بالاتفاق بيناتنا انه لي حق طلق. نعم. عند السنة اسمها العصمة، باستطاعة الامرأة ان تطلب عند الزواج حق العصمة بايدها هي، وفيها تطلق مثل ما في الرجل يطلق. بس برجع بقول لك، بس شو بيكون السبب تطلق؟ في اسباب معينة هون عامل لك هون طبعا. الطلاق من هو للقاعدة، مش باستطاعتها بسهولة الواحد الرجل او المرأة، مش انه اجى على بالي طلق طلق. طيب اذا بدي احكي عن الطلاق الشفهي، هل باستطاعة يعني المرأة انه تنقض هذا الموضوع، ولا خلص بيكون تم الطلاق بمجرد انه قال انت طالق؟ هذا الموضوع ممكن يوصل للمحاكم، انه ممكن الزوجة تقول لا ما حصل الطلاق، وتدافع عن وجهة نظر تبعتها قدام القاضي المختص، والقاضي المختص هو اللي بيحدد ما اذا كان الصيغة اللي اطلق فيها الرجل نطق بالطلاق هي صيغة صحيحة او غير صحيحة، او الظروف. بمعنى الصيغة عم نحكي عن شو؟ السبب في ولا الاثنين؟ في سبب، مش نحن عم نقول انه الطلاق هو استثناء، وفي صيغة للطلاق، يعني كيف النطق بالطلاق، مش انه كيف ما كان بتقولها للكلمة. وتختلف هون بمذهب اخر، يعني كمان عمليا انه النطق بهالتعبير هذا يعني بسبب اهميته لهالموضوع هذا، منه شغلة بسيطة مش عند كل الناس. لا، الاساس برجع بقول لك انه دون الطلاق عقبات كثيرة، وخلافا للاعتقاد السائد بالمجتمع تبعنا انه الطلاق امر سهل، لا منه امر سهل ابدا، عند الاسلام منه سهل ابدا. اذا بدنا نطبق القواعد الشرعية الاسلامية على حقيقتها، الطلاق امر صعب جدا جدا عند الاسلام. يعني نسيت للموارنة هي كل الطوائف، يعني كل الطوائف هي. كل الطوائف هي لا تتوافق مع مبدأ الطلاق، مش انه الطلاق وعم يهدم أسرة بحالها، مش هناك يعني ما لازم ينسمح بالطلاق بسوريا. أكيد يعني ما لازم يكون لا موضوع سهل ولا موضوع كتير متاح، إلا إذا بظروف و يعني إطار معين ما بيعودوا الاثنين يستحيل التعايش مع بعض. ايه تماما، يعني طبعا هيدي ضمن حرية الشخص انه تما يكون عم يهدم حياته وحياة ولاده، والطلاق بيكون يمكن حل كرمال الأولاد وحل اكيد كرمال الشخصين يستعيدوا حياتهم. نحن وقتنا انتهى متر، بتمنى انه نعمل لقاءات جديدة، لأن المواضيع يعني جربنا ناخد هيك الاشياء بخط المستقيم، لانه كثير في متفرعات الموضوع، الموضوع كثير كبير بكل نقطة منه، فنحن جربنا هيك نكون راب وضوينا على أشياء مش كتير يعني إذا بدك بثقافتنا الشعبية حول الطلاق والزواج حاضرة، ومهم أنه نضوي عليها، فبشكرك أنا عليها. كان بتمنى أنه يكون في عنا دقيقتين نحكي فيهم عن أثر الوضع اللي عم نعيشه ببلدنا نحن على الزواج بلبنان. خلينا نرجع، لأنه كمان في سؤال تاني قبله ما اضطرنا له، نرجع نعمل جلسة تنعطيك حقك بالإجابة. يعني معروف أنه كارثة، الناس كلها يعني ضغط النفس عليها عم بيؤدي ل اكثر من ده. في قصه اللي عم تحصل ببلدنا، القصه اللي عم تحصل ببلدنا بدها توصل لمحل، بدها تحول المجتمع اللبناني الى مجتمع هرم، مشان الشباب والصبايا صار بوضع ما حدا منهم قادر يتزوج، وعدم الزواج يعني عدم الانجاب، يعني عدم ضخ طاقات شاب للمجتمع. عم تحكي عن فكره الاقدام على الزواج. ايه اكيد سنتحول الى مجتمع هرم للاسف. يعني الله يفرجها. شكرا كثير لحضورك. طول عمرك. اهلا وسهلا. نحن هيك بنكون ختمنا حلقتنا، بكره حلقه جديده على 8:30. طول عمرك.